اللي هو سعد الجمال رئيس لجنه الشؤون العربيه بمجلس النواب والقائم باعمال رئيس ائتلاف دعم مصر. مساء الخير سياده النائب، اهلا بحضرتك. اهلا بيك يا فندم، مساء الخير. اهلا بيك يا فندم. قبل ما اتكلم عن اجتماع لجنه الشؤون العربيه النهارده لاني عايزه اتكلم حياتك فيه، بس الاول عايزه اتكلم عن تصريحات الدكتور علي عبد العال النهارده، ان هي تصريحات خطيره بخصوص النواب اللي سافروا علشان يتدربوا في بعض المراكز المشبوهه لهدم مؤسسات الدوله. قول لي هذا الكلام معلوماتك عنه ايه يا فندم؟ لا طبعا انا الحقيقه فوجئت بهذا الكلام النهارده من السيد رئيس المجلس. هذا الامر طبعا امر مخالف للائحه المجلس. لائحه المجلس صدرت بقانون، يعني تعتبر قانون داخلي للمجلس لتنظيم اعماله، ومن ضمن تنظيم هذه الاعمال ان النائب لا يسافر ابدا الى الخارج لاي مهمه إلا قبل موافقة البرلمان عليه. وإذا ما وقع النائب في مخالفة من هذا الشأن ستطبق عليه لائحة المجلس. عندك معلومات عن هذا الأمر ولا كانت مفاجأة بالنسبة لك لما سمعته النهارده زي ما هي بالنسبة لك؟ هي مفاجأة، يعني كانت مفاجأة بالنسبة لي النهارده. هل حاولت أن تجلس مع الدكتور علي عبد العال بعد كده تعرف منه إيه الموضوع، إذا كان هناك أسماء؟ أنا مش بالضرورة أنا عايز أعرفها، بس قصدي يعني تفهم منه إيه الأمر؟ حقيقة الأمر؟ والله هو طبعا يمكن، معلش أنا النهاردة انتابتني نوبة كده صحية أثناء الجلسة. ألف سلامة على حضرتك. وانصرفت وما لحقتش طبعا أقعد مع الدكتور علي إلا إن هو لي بمكالمة تليفونية بيسأل عني وبيطلب مني إن أنا أروح أمثل سيادته يعني في يعني إحياء يوم في البرلمان السوداني خاص برئيس البرلمان السابق باعتباره يعتبر شهيد البرلمانيه هناك. فان شاء الله باذن الله يعني ربنا يوفقنا ان شاء الله. نعلم مدى اهميه السودان بالنسبه لنا وضروره تواجدنا معهم. طيب سيادة النائب، رئيس مجلس النواب النهارده كمان حذر من الحديث عن السياسه النقديه للدوله على وسائل الاعلام، طبعا تحذير للنواب يعني، وهدد بتحويل من يخالف ذلك الى لجنه القيم، رايك ايه؟ لا هو طبعا يعني الكلام الاول لابد وان يطرح باللجنه المعنيه، وفي اللجنه المعنيه بيحصل تبادل رؤى وتشاور فيما ننتهي إليه وينتهي إليه المجلس. السباق الاتجاه إلى موقف معين أعتقد أن هذه ليست من الموائمة يعني في الأداء البرلماني. المفروض أن احنا في الأداء البرلماني بنناقش أولا في اللجان الفنية المعنية وبننتهي إلى آراء، وحينما تعرض وننتهي إلى رأي في كل ما يتعلق بالبيان المالي او بخطه الدوله، كل الكلام ده بيبقى خطابنا لا يخرج عن الحق والانصاف ومصلحه هذا الوطن، لانه بعض البلبله قد تدور في بعض الامور التي لم تاخذ حقها في الفحص حتى ينتهى اليها في راي. فمنعا لهذه البلبله في الدولة، ونحن نعلم جميعا أن البلبلة اللي بتحصل في الشارع دلوقتي بتستغل من بعض قوى الشر في محاولة تشويه صورة هذا البلد. السؤال معلش الأخير في هذا الشأن قبل ما أروح لاجتماعكم النهاردة، سؤال واضح وصريح، هل يسمح للنواب أن هم يتحدثوا في الإعلام عن رؤيتهم للسياسة النقدية للدولة أم غير مسموح ممنوع؟ هو النائب له سواء رؤية إيجابية أم سلبية، يعني النائب له حق الكلام في أي موضوع، ولكن من الموائمة فيما يتعلق بالأمور التي يكون الحديث فيها قد يكون محل بلبلة في وإضرار بالمصلحة الوطنية، فالبرلمان ما خدش قرار وما وافقش بصفة نهائية في لجان اللي هي مطبخ عمله ثم في هذا المجلس.
بعد ذلك للنائب ان يخرج بما يراه ويعلن ما يراه. تمام. طيب عايز اسال حضرتك بقى سياده النائب، بما انه حضرتك طبعا رئيس لجنه الشؤون العربيه في المجلس، النهارده انتوا ناقشتم في اجتماعكم الدور الايراني في الازمه اليمنيه، عايز اعرف يعني ايه الجديد او ايه اللي اثار هذا الموضوع النهارده؟ لا احنا بنناقش الاوضاع في اليمن وتطوراتها وما وصلت اليه، وان اليمن تعاني يعني شبه حرب اهليه منذ ثورة 2011 عندهم، لما خرج الرئيس السابق الأسبق علي عبد الله صالح خروجا آمنا، ثم عاد يتطلع إلى الانضمام إلى الحوثيين، ونحن نعلم أن الحوثيين مدفوعين بالتمدد الإيراني في المنطقة سواء في اليمن أو في عديد من الدول العربية، سوريا وكالعراق وكلبنان ايضا. فالمهم ان امن الخليج وامن اليمن مرتبط بامن الخليج العربي. هذا الامن طبعا خط احمر لانه يرتبط بالممرات الدوليه للمائيه، سواء في مضيق هرمز او باب المندب، لان كل هذه الممرات من خلالها تمر التجارة الدولية إلى قناة السويس لتجوب حول العالم. فمثل هذا الأمر حينما تتعرض اليمن لخطر ومحاولة سيطرة من فصيل انقلب على شرعية في هذا البلد، في حكومة ودولة لها رئيس وهو الرئيس عبد ربه، هذا الكلام طبعا يعني يعتبر ضارا باليمنيين، بوحدة الشعب اليمني، بوحدة الأرض اليمنية. صعوبة التضاريس الوعرة في اليمن طبعا، ووجود النظام القبلي أيضا قد يدفع إلى ممارسة هذه التشكيلات والتنظيمات ومشاركة الإرهاب في هذا الأمر لمحاولة هدم هذا اليمن وتهديد والسيطرة عليه. الدور الإيراني دور خطير جدا، لأننا نعلم أنهم يريدوا أن يتمددوا في هذا الإطار. طبعا يريدوا في بعض الخلافات موجودة بالنسبة للحدود مع المملكة العربية السعودية، هم يستغلوا، وإيران بعد توفيق أوضاعها مع أمريكا فيما يتعلق بالنشاط النووي، طلعت بدور فيه يعني إمعان في السياسة التوسعية والأطماع في المد الشيعي في الوطن العربي. ثم أيضا من ضمن هذه الأهداف هو اليمن والسيطرة عليها وعلى الممرات الدولية. نمرة اثنين أيضا السعودية مستهدفة لأنها أرض الحرمين الشريفين، ونحن نعلم أن هذه الأرض أراضي مقدسة، وهم يستهدفون أيضا من خلال الانتماء الشيعي للسيطرة من هذا الباب على مقدرات السعودية. هذه أحلام يحلمون بها. هو أمر معقد للغاية يا سيادة اللواء ومرفوض بالتأكيد. أنا بشكرك جدا اللواء سعد الجمال، رئيس لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب. شكرا لك يا فندم.